السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في طبعة جديدة من سكرتير التحرير وجولة في الصحافة المصرية والأجنبية. ونرحب في البداية بضيفينا في الاستوديو، الكاتبة الصحفية الأستاذة نادية أبو المجد والكاتب الصحفي الأستاذ سليم عزوز. أهلا بكم معنا في بداية هذه الحلقة. ونبدأ مشاهدينا الكرام بهذه التصريحات التي وصفت بأنها مثيرة للجدل للمشير سيسي. رويترز تقول صحيفة إيطالية: مصر قد تستطيع إرسال قوات للدولة الفلسطينية كمساعدة. هارتس الإسرائيلية: السيسي يقول إن مصر قد ترسل قوات لحفظ سلام للدولة الفلسطينية في المستقبل. موقع أصوات مصرية: الرئاسة، حديث السيسي عن الاستعداد لتوفير الظروف لقيام دولة فلسطينية لتشجيع إسرائيل على التسوية. الوفد السيسي لصحيفتين سودانية وإيطالية: مصر ضامنة للاستقرار الداخلي في دولة فلسطين. الأهرام اليوم: قمة مصرية إيطالية، الرئيس يبحث في روما ملف الإرهاب والتعاون الاقتصادي. المصري اليوم: مصر تعرض الضمان العسكري لإقامة الدولة الفلسطينية. السيسي مستعد لإرسال قوات مصرية وناقشت الاقتراح مع عباس ونتنياهو. مصر العربية ردا على مقترح إرسال قوات لفلسطين: إسرائيليون للسيسي فلتحم سيناء أولا. أستاذة نادية، نبدأ مما نشرته رويترز وهارتس حول هذه التصريحات الصحيفة الإيطالية، تفضلي. يعني طبعا هو أكيد الحوار فيه أجزاء أكتر، بس هو ده الجزء اللي اهتمت به الصحافة العالمية أو الوكالات الأنباء العالمية نقلا عن الجريدة الإيطالية، أو على الأقل لحد الآن. يعني أنا متأكدة أنه هتبقى فيه أجزاء أخرى، وزي ما أنت قلت لأنه التصريحات يعني ممكن تكون مثيرة للجدل أو صادمة للبعض، لكنها هي في نفس السياق اللي السيسي دايما بيتكلم بيه، خصوصا لما بيكون بيتكلم لوسيلة إعلام غربية، اللي هو بيقول لهم اللي هو عارف ان هو يلقى قبول لديهم واللي هو هيساعدهم، او دي احد الاسباب اللي هو ممكن يدعموه ان ما كانش بيتكلم عن الحرب عن الارهاب، فهو بيكلمهم دايما عن امن اسرائيل. الغريب في الموضوع انه الرئاسة طلعت وكأنه توضيح، يعني كأنه مذكرة توضيحية للتصريحات اللي هي تقريبا متطابقه نقلتها رويترز وكمان هارتس نقلا عن وكاله الانباء الالمانيه، وفي طبعا وكالات انباء اخرى، وكانه يعني في محاوله لتخفيف وطئه الكلام او حدته. يعني فهو يعني السيسي اللي هو اللي اتكلم عنه اللي هو قال انه ممكن مصر ترسل قوات عسكريه يعني مصريه للدوله الفلسطينيه، بيقول الاول قال لهم انه يجب ان نضمن الامن لاسرائيل، دي بدايه الجمله، وبعدين كملها ده نقلا عن هارتس، وبعد كده كملها لكن في نفس الوقت يجب ان نعطي امل للفلسطينيين، ولا شيء يشعل الامل لدى الفلسطينيين مثل انشاء الدوله الفلسطينيه، لكن هو اتكلم عن امن اسرائيل اولا، وانه الضمان لاسرائيل، ولانه اسرائيل هتبقى في مشكله مش عايزين نعرض امن اسرائيل للخطر، واسرائيل مش هتكون عندها ثقه في القوات الفلسطينيه حال قيام الدوله الفلسطينيه. يعني هل اوضحت هذه الصحف استاذه ناديه في اي سياق جاءت هذه التصريحات؟ يعني هل الصحفي سالوا سؤال محدد حول هذه القضيه، او لماذا تطرق الحوار بين الصحيفة وبين السيسي إلى هذه القضية بالذات؟ يعني هي طبعا قضية مهمة، بس عشان نقدر نجاوب بأمانة وبتحديد ما أقدرش أقول لك إنه كان إيه، لأنه خلي بالك إحنا إيه اللي بنقرأ، إحنا بنقرأ عن رويترز نقل عن الصحيح، يعني إحنا بنقراش إيطالي وما عندناش لسه التفريغ العربي للتقرير عشان أقدر أقول نص إيه نص الحوار بالضبط. ما عندناش ده لغاية دلوقتي، يعني عارف فرانس 24 الأول طلعته أكيد طبعا بالفرنساوي، وبعدين بالإنجليزي، وبعدين طلعته بالعربي. يعني نرجو إن الصحيفة الإيطالية تقدر تعمل كده، فساعتها هنقدر نعرف المذيع قال إيه والسياق كان إيه وكده، إنما إحنا المقتطفات اللي هي مركزة عليها رويترز وكمان هارتس ما في
فيهاش توضيح ل ايه هو كان السؤال شكله ايه بالظبط او ايه سبب السياق. فاعتقد يمكن من على بكره مثلا تكون يعني النص العربي كله طلع فيبقى عندنا، لانه في برضو ناس بتتكلم انه في اجزاء اخرى ان هو متكلم عن الاخوان المسلمين. رويترز بس اضافت جزء بخصوص ليبيا ان هو نفى وبينفي انه مصر ستتدخل في ليبيا. طيب استاذ سليم، يعني بعد ايام قليله من تصريحاته لفرنسا 24 التي وصفت ايضا بانها مثيره للجدل، خاصه في الجزء الذي تعلق بان مصر لن تسمح بتهديد امن اسرائيل من خلال سيناء، جاءت هذه التصريحات التي وصفها البعض ايضا بانها مثيره للجدل، كيف تابعت هذه التصريحات؟ أنا شايف أنها مش مثيرة للجدل، شايف أنه هو يضع النقاط فوق الحروف ويؤكد على مهمته، يعني هو طوال الوقت يؤكد على المهمة التي جاء من أجلها وهو الحفاظ على أمن إسرائيل. قال ذلك في يعني في تصريحاته لقناة فرنسا 24، وتحدثت بشكل صريح جدا على أسباب عملية المداهمات التي تجري في سيناء وما إلى ذلك. تحدث بأنه لن يجعل من سيناء خلفية لعمليات الاعتداء على إسرائيل. ما تحدث به الآن للصحيفة الإيطالية هو في واقع الأمر يأتي في ذات السياق، نفس السياق عبد الفتاح السيسي، من حيث كونه يعلم بأن مهمته هي الحفاظ على أمن إسرائيل، ويجري الحديث الآن على أنه اللي احنا بنشجع، يعني بيعمل جوائز رمضان، احنا بنشجع إسرائيل لما نقول احنا الجيش المصري هو اللي هيبقى حامي للمسألة. الجيش المصري هيبقى حامي للمسألة زي إذا كانت إسرائيل يعني المسألة عندها متوقفة إنها محتاجة إلى أنها من يحافظ على أمنها. أعتقد أنها كانت طلبت يعني قوات حفظ سلام، قوات من الأمم المتحدة، من أجل أن تقوم بهذه المهمة. النقطة اللافتة في حديث عبد الفتاح السيسي عندما قال بأنه ناقش هذا الأمر مع نتنياهو ومع محمود عباس أبو مازن، يعني كيف تناقش هذا الأمر مع هؤلاء ولا تناقشه مع الشعب المصري؟ يعني أنا كنت أنتظر أن يتحدث على أنه سوف يعرض على البرلمان القادم هذا الأمر، لا سيما وأن عملية إرسال قوات مصرية إلى الخارج أمر يستلزم بحسب دستورهم والدستور الذي سابق له بأن يعرض الأمر على البرلمان من أجل حصول الموافقة عليه. لكن الحديث على كما لو كانت المسألة أنه يعني زعيم فرقة لجمع عدودة القطن يرسل هنا قوات ويرسل هنا قوات ويتحدث بهذا الشكل، أعتقد أنه بهذا الشكل يقدم نفسه على أنه الحاكم بأمره وعلى أنه صاحب القرار الأول والأخير في مصر. عملية إرسال الجنود إلى الخارج، عملية إرسال قوات مصرية إلى الخارج أمر يستدعي موافقة البرلمان على الأقل. وبالتالي يعني نحن يعني الحديث والمذكرة التفسيرية التي قدمتها الرئاسة أعتقد أنها لم تنتقص من المتن ومن الكلام ومن الذي قاله السيسي شيئا، من أنه رجل يرى أن مهمته الحقيقية هي حفاظ يعني معنى ذلك طبقا لكلامك أستاذ سليم أن ما جاء في البيان الذي أصدره المتحدث باسم الرئاسة أنه لم ينفي هذه التصريحات، ولكنه قال فقط إن الظروف المناسبة، يعني مصر مستعدة لإرسال هذه القوات حينما تكون الظروف مناسبة لقيام دولة فلسطينية، وقال إن هذه التصريحات جاء في سياق طرح أفكار مشجعة للجانب الإسرائيلي على المضي قدما نحو تسوية للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين. هو السؤال الآن، يعني هل سمع أحد من قبل بأن إسرائيل وضعت العقدة في المنشار فيما يختص بإنشاء الدولة، الموافقة على إنشاء الدولة الفلسطينية، بأنها تحتاج إلى قوات سواء إذا كانت قوات دولية أو قوات مصرية من أجل حفظ أمنها؟ أعتقد أن إسرائيل لم تشترط هذا الشرط ولم تضع هذا الشرط، وأنها ليست متخوفة من قامة الدولة أن تهاجمها القوات الفلسطينية. حتى يمثل مثل هذا التصريح تشجيعا لها على أي شيء، لا سيما وأنه طرح عندما طرح هذا الأمر على نتنياهو من أنه مستعد لإرسال قوات مصرية، لم نسمع أن الجانب الإسرائيلي قد وافق على هذا الأمر بشكل يؤكد بشكل طبيعي جدا بأنه المسألة مش هنا، يعني المسألة مش مسألة إرسال قوات، لكن هو طوال الوقت
يقدم نفسه، كلما ضاقت عليه الحلقات في مصر كلما وجد أن الأزمات تحيط به من كل جانب يقفز قفزة إلى الأمام بحيث يؤكد على ذات المهمة التي كان يتحدث بها حسني مبارك قبل ذلك، وكان يجري الحديث على حسني مبارك بأنه كنز إسرائيل الاستراتيجية. الإسرائيليون الآن يقولون أنهم ما حصلوا عليه في عهد السيسي أكثر مما حصلوا عليه في عهد حسني مبارك. ننتقل إلى هذا المقال الهام الذي نشره دكتور نادر فرجاني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في الحقيقة يواصل مقالاته الجريئة في صحيفة المشهد، وفي المقال الرابع على التوالي: لماذا ستظل مصر الرسمية للأسف تابعة لأمريكا في المستقبل المنظور؟ إشاعة مناخ الرعب من المخاطر الداهمة وصناعة صورة المخلص المنجي من المهالك. أستاذ سليم، يعني الدكتور نادر فرجاني بدأ مقاله قائلا: لا تلقي بالا عزيزي لفيلق المعتيه الذين يروجون لخيالات من قبيل أن الجيش المصري هزم الأسطول السادس الأمريكي الذي دخل المياه الإقليمية المصرية لمنع الإطاحة بحكم اليمين المتأسلم بقيادة جماعة الإخوان في نهايات يونيو 2013، وأن الجيش المصري فوق ذلك قد أسر قائد الأسطول ويزيفون مضمون وثائق مثل كتاب هيلاري كلينتون لدعم افتراءاتهم، فهؤلاء مكانهم معازل من فرقتهم عقولهم، وينبغي ألا يضيع من مازالوا يمتلكون قدراتهم العقلية، أو ألا يضيع من مازالوا يمتلكون قدراتهم العقلية كثير من الوقت أو الاهتمام بهذه المزاعم والافتراءات، طبقا لما جاء على لسان دكتور نادر فرجاني. أنا ما يكونش قال حاجة على القائد الأسطول، مصير قائد الأسطول، كنا عايزين نعرف. ده تذكر على ما قاله مقدم أحد البرامج التلفزيونية من أنه مصر قامت بأسر قائد الأسطول الأمريكي، وأنه الفريق مهاب مميش يعني أصدر تحذيرا وأرسل الضفادع المصرية من أجل أن تحاصر الأسطول الأمريكي الذي كان قد جاء. اللافت جدا في هذا الموضوع بالمناسبة أنه هذا الكلام قيل وقال بيتقال انه موجود في كتاب وزيره الخارجيه الامريكيه السابقه، وطبعا اتضح انه غير صحيح وانها ما كانتش حتى موجوده في هذا المنصب وقت ذاك. اللافت جدا انه حتى لما هاب ما فيش نفى هذا الكلام، ولا حد منهم قال انه هذا الكلام ما حصلش، وانهم سابوا الروايه يعني يصدقها بعض السجاج. الدكتور نادر فرجاني يواصل كتاب المشهد في هذا المقال ويتحدث ويطرح أسئلة: لماذا تظل مصر الرسمية للأسف تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل المنظور؟ لسبب مهم جدا، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي حقيقة الأمر، هي صاحبة ما يحدث الآن في مصر. يعني عندما كان لديك رئيسا منتخبا، وعندما كانت لديك سلطة جاءت بإرادة الشعب المصري، كان يمكنك أن تتحدث على الاستقلال، كان يمكنك أن تتحدث على أن مصر من حقها أن تمتلك غذائها ودوائها وما إلى ودوائها لكن وسلاحها. لكن الآن مصر، ما يحدث في مصر الآن هو جاء بإرادة أمريكية أو موافقة أمريكية، وبالتالي يصبح من الطبيعي جدا أنه مصر تظل تابعة للولايات، يا ريت تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وفقط. أنت دلوقتي تتكلم طول الوقت رايحين جايين نتحدث على أنه دورنا هو حماية أمن إسرائيل، وأنه احنا بنشجع إسرائيل على أي كلام في سبيل ان احنا نؤكد ان القوات المصريه يعني من ضمن مهامها في المنطقه هي طمانه اسرائيل والحفاظ على امن اسرائيل. بقال الدكتور فرجاني بيتحدث على اشاعه مناخ الرعب من المخاطر الداهمه وصناعه صوره المخلص المنجي من المهالك. ده كلام انا شايف انه ده كان كلام قديم، لانه الراجل الذي جرى تقديمه على انه يعني المخلص، وانه القادر على ان يحقق الاستقرار، والقادر على ان يحقق العدو، والقادر ان يعيد عهد جمال عبد الناصر وينتصر للفقراء، كل الكلام ده سقط بالتطبيق، سقط عندما يعني كانت اول مواجهه واول قرارات اتخذها هي تلك القرارات التي اتخذت ضد هؤلاء الفقراء من خلال الرفع الجزئي للدعم، من خلال تخفيض الدعم الذي يقدم الى محافظات الى المحافظات من اجل تنميتها في الموازنة العامة، من خلال يعني طول الوقت هذا رجل ضد الفقراء. وليس بالتالي لا اظن ان احدا في مصر الان الا هؤلاء المعاتيه الذين يقصدهم الدكتور الفرجاني من انه يمكن ان يصدق، يعني في نظرة الدكتور يمكن ان يصدق ان هذا يمثل يعني نظرية
الزعيم الملهم او المخلص النجم، هل سقطت بالفعل في مصر؟ سقطت بالتطبيق، يعني خلاص الفيلم انتهى، يعني الفيلم انتهى من اول ما الراجل ظهر امام العيان انه ليس قادرا على ان يحل اي مشكله. يعني احنا عندنا ازمه الطاقه هنحلها باللمض الموفره، ازمه مش عارف البطاله هنحلها بألف عربيه نوزعها على 3000 واحد ويبيعوا خضار. يعني تبين كل الناس منذ اللحظة الأولى رجل بلا برنامج وبلا موضوع وبلا قدرة على حل أي مشكلة. أنا شايف أنه يعني الحديث القديم على أنه يمكن أن يمثل جمال عبد الناصر وأنه يقدر يحل مشاكل البلد وأنه الذكر الذي اختارته الأمة، كل طيب. هذا الكلام سقط بالتطبيق وليس بالتالي له محل من الأعراب، وأعتقد أنه لو حد قاله دلوقتي الناس ممكن تضحك عليه. دعونا ننتقل إلى ما نشرته يو اس توداي الأمريكية بعنوان مصر تواجه نوع جديد وأقسى من القمع. موقع أصوات مصرية أيضا قالت الرئاسة السيسي يتسلم التقرير النهائي للجنة القومية لتقصي الحقائق عن أحداث 30 يونيو، وسلطات أمن مطار القاهرة تمنع الناشط القبطي رامي جان من السفر. نبدأ أستاذة نادية من ما نشرته يو اس تودي، ماذا تقصد أن مصر تواجه نوع جديد من القمع؟ يعني هي متكلمة على أنه بعد مرور حوالي 4 سنين من سقوط الدكتاتور، دي الطريقة اللي هي وصفت بها الرئيس المخلوع حسني مبارك، إنما يبدو أن هم دلوقتي بقى عندهم نظام ورئيس أشد وأقصى من ناحية القمع. هو التقرير ما قالش حاجة جديدة قوي قد ما فكرة تجميع لعدد من مظاهر لهذا القمع اللي هو بيتكلم على انه فكرة انه السيسي بيستهدف المعارضة او اللي بينتقدوه بالدقة اللي هي بيتم الاستهداف فيها العمليات العسكرية، اللي هي زي انه العمليات العسكرية المفروض انها تستهدف العدو بدقة، فهو دي الطريقة اللي هم بهذه الدقة يعني بطريقة عسكرية اللي هو استهداف المعارضين للنظام. بتقول بعد الإطاحة بالدكتور مرسي مرت 17 شهر والقبض على 41,000 معتقل، ويعني هي الأرقام بتتفاوت بس واضح إن هي يعني المراسلة اللي هي في القاهرة معتمدة الرقم اللي هو كان جه في ويكي ثورة، ومتكلمة مع نشطاء حقوق إنسان داخل مصر ومستشهدة كمان بتقرير الهيومن رايتس ووتش اللي هو كله بيجمع على إنه القمع أسوأ من أي وقت مضى قبل كده على مصر. وبعدين متكلمة مع دكتورة نايلة حمدي وهي أستاذ يعني هي رئيسة قسم الإعلام في الجامعة الأمريكية، وهي بتتكلم على أنه إزاي الجو العام دلوقتي من ضمن القمع طبعا اللي بيتعرضوا الناس هم الصحفيين كمان، اللي هو إذا التأييد للسيسي مش 100% بالضبط بتقوم قيامة الناس وما بتقعدش، من نوع الوطنية اللي هي منتشرة في مصر دلوقتي، وبتكلم على أنه جزء كبير من الشعب يبدو أنه هو راضي بهذا القمع وسلم به، لكن في جزء آخر لا يفقد الأمل ومصر على أنه هو يستمر يقاوم يعني هذا القمع وهذا الانقلاب. خلينا ننتقل أستاذة نادية إلى منشراته أو منشره موقع أصوات مصرية، أن الرئاسة تتسلم التقرير النهائي للجنة القومية لتقصي الحقائق. أخيراً. المتحدث باسم اللجنة أو رئيس اللجنة كانت له تصريحات سابقة قال فيها أنه سيتم عقد مؤتمر عالمي للكشف عن نتيجة هذا التقرير. هل لديك تفاصيل أو الموقع متى سيتم عقد هذا المؤتمر وهل هناك مؤشرات عما جاء في التقرير؟ لا هو تقرير قصير، تقرير أصوات مصرية، فما فيهوش إيه اللي جاء في التقرير، لكن هو قال إنه المؤتمر الصحفي العالمي اللي هو كان يتكلم عنه اللي هو رئيس اللجنة فؤاد رياض سيعقد يوم الأربعاء 26 نوفمبر علشان يوم الأربعاء القادم نعم. علشان يعلن النتائج. وهو طبعا يعني من الجدير بالذكر أنه طبعا تم تأجيل تقديم هذا التقرير عدة مرات، لكن أخيرا السيسي تسلمه مفروض اللي هو بالأمس يوم الأحد، وأنه هو طبقا للتقرير ده أنه هو وجه أنه يتم توجيه التقرير ده لرئاسة الوزراء بحيث ان هو يتم بقى يعني كل حد مسؤول يختص بالمفروض اللي هي النتائج بتاعته يعني بالنسبه للقضاء بالنسبه انه كده، بس ما فيش تعليق على انه محتواه كان ايه. لكن كان في قبل كده من كام يوم تقرير منشور في الاهرام ويكلي نقلا عن احد اللي هم المسؤولين في اللجنه انه التقرير سيدين الاسلاميين بالقبض بالهجوم على الكنائس، بس ما قالناش هيقول ايه بالنسبه للي قتلوا طبعا اللي هو
اكتر من 1000 على اقل تقدير، يوم على بس يوم فض اعتصام رابعه والنهضه طبقا للهيومن رايتس واتش. طيب استاذ سليم، يعني كيف تابعت ما نشر حول القبض على الناشط القبطي رامي جان ومنعه من السفر؟ حقيقة نحن لم نعد نستغرب أي شيء على الإطلاق من هذا الانقلاب عندما يمنع رامي جان من السفر، ومن الواضح أنه لا توجد هناك قضية بمقتضاها جرى منعه من السفر، لأننا نسمع كثيرا عن منع نشطاء سياسيين من السفر دون أن توجد هناك قضية أو توجد بلاغات حتى كيدية، يعني بلاغات كيدية بمقتضاها يصدر قرار بالمنع من السفر من اجل يعني كما قيل في السابق على انه كان زمان الاستعمار لما يقرر يعذب اي مصري او يضايق اي مصري فيقوم بنفيه، يعني الزعماء المصريين جرى نفيهم في الخارج، دلوقتي بقى العذاب انك هو يقعدك ما يطلعكش بره. نحن الى الان لا نعرف، حتى ما فيش بيان من وزاره الداخليه او من اي جهه مسؤوله تحدث على اسباب منع رامي جان من السفر، بل لا نعلم الى الان ما اذا كان قد ان رامي جان مقبوضا عليه ام انه ليس مقبوضا عليه منع من السفر وخلاص، يعني في ناس اصوات مصريه بتقول طيب هم مقبوض عليه، يعني لو في تفاصيل يا استاذ نادي في ناس قبل كده جرى منعهم من السفر وخلاص، يعني اتمنعوا من السفر ورجعوا الى مصر دون ان تكون هناك اي قضيه الا من باب انه خلاص انت ممنوع من السفر، لكن يبدو ان هناك تفاصيل. لو في تفاصيل استاذ نادي يعني باختصار لا هو يعني هو برضه تقرير قصير لكن بيقولوا انه هو تبين انه ممنوع من السفر، مدرج على قائمه ممنوعين السفر، طبعا هو ما كانش عارف، وانه هو تم تسليمه للجهات الامنيه اللي هي كانت طالبه منعه من السفر، بس ما فيش اي توضيح ايه هي التهم وكده. فهو الناس قانونا الجهه التي لها الحق انها تمنع من السفر جهات التحقيق، النيابه، المحكمه، البتاع، لكن الجهه الامنيه التي تمنع من السفر اعتقد ده جديده، يعني ليس لها وجود في القانون. طيب خلينا ننتقل الى مظاهرات 28 من نوفمبر ودعوة لهذه المظاهرات وكيف تناولت الصحف المختلفه هذه الدعوه. جريده المشهد 28 نوفمبر، مصر تنتظر فتنة رفع المصاحف، الأزهر يحرم والداخلية تحذر ومخاوف من بحور دماء، الإخوان تستغل انتفاضة الشباب المسلم لتحقيق أهدافها، المصري اليوم الإخوان تعلن مشاركتها في جمعة العنف، المصري اليوم النور زعيم القطبيين خطط لنوفمبر مع أبو إسماعيل والإخوان، اليوم السابع فتاوى كبار علماء الأزهر لرجال الأمن تعاملوا مع مظاهرات رفع المصاحف وليس عليكم إثم، اليوم السابع داخلية تستعد لوحدات من الانتشار السريع لمواجهة الإرهاب في 28 نوفمبر، الوفد وقف 7 خطوط قطارات عن العمل في جمعة الإرهاب. مصر العربية نادر بكار يقول تظاهرات 28 نوفمبر غرضها إهانة المصحف والبلد مش مستحملة. مصراوي الوسط دعوات 28 نوفمبر خطوة غير موفقة ولن تجمع الناس. وبوابة يناير بالفيديو أحمد موسى 28 نوفمبر انتفاضة حرامية. حزب النور التظاهر في 28 نوفمبر هدفه وقوع رابعة جديدة. اليوم السابع الداخلية تحارب شبح 28 نوفمبر بخطة لحماية السجون وأقسام الشرطة والمتحف المصري بعد عام من الثورة. أستاذ سليم، كيف تابعت ما نشرته الصحف المختلفة حول 28 نوفمبر؟ هناك حالة من الرعب الشديد جدا، هذا الرعب هو الذي نتج عنه مثل هذه الفتاوى والتحريض الأزهر على أن يصدر فتاوى، وحزب النور يقدم نفسه كما لو كان ضد هذا الخروج، وكما لو كانت بيقول لك انه يعني مصر مش مستحمله، انه الهدف البلد مش مستحمله، نادر بكار مصر مستحمله يعني الانقلاب بتاعهم مستحمله، يا مرسي عشان خاطر تخرجوا وتعملوا انقلاب، يعني ده كلام. حزب النور بيقول لك التظاهر هدفه وقوع رابعه جديده، يعني طب رابعه جديده ايه مشكلتها حزب النور؟ الى الان حزب النور ما قالش ايه مشكله رابعه جديده. رابعه القديمه انه فيه ناس جرى تحولت رابعه الى مجزره، وهذه المجزره انتقلت من المجزره الى المحرقه، من الذي قام بهذه المحرقه؟ طب ما تقول للناس اللي هي اساسا ممكن ان تحول المساله الى رابعه انه ما تعملوش رابعه يا جماعه جديده، يعني حتى بعض اللي ممكن هيموت، بعض القريبين من تحالف دعم الشرعيه ومن التيار الاسلامي لديهم مخاوف من هذا اليوم، يعني حزب الوسط اعلن انه لن يشارك في هذا اليوم، الجماعه الاسلاميه جناح عصام دربله اعلن ايضا اعلنت انها لن تشارك في هذا اليوم، الاخوان اصدروا بيان ثمنوا لكنهم لم يعلنوا انهم سيشاركوا ام
لم يشاركوا في هذا اليوم. دعنا أيضا نتوقف عندما نشرته المصري اليوم في الصفحة الخامسة، يعني النور زعيم القطبيين خطط لنوفمبر مع أبو إسماعيل والإخوان. نص ما قيل في هذا الخبر تحديدا أستاذ سليم وأستاذ نادية، يعني في سياق متصل كشفت الدعوة السلفية أن عبد المجيد الشاذلي زعيم القطبيين المتوفى في سبتمبر العام الماضي هو المخطط الحقيقي لما يسمونه بالثورة الإسلامية. يعني ده راجل مات ومات في، انا ما كنتش والله ما اعرفوش، بس مات ومات في سبتمبر وهم بيقولوا انه مات، ومع ذلك يتبين انه هو الذي خطط هو حازم ابو اسماعيل. انا شايف انه دي ناس بتقول حقيقه اي كلام، عندما يعني احنا كنا نعرف انه في متهمين، يعني يقول لك انه العمل تفجيرات مديريه امن القاهره ناس ماتوا، لكن اول مره نعرف انه حد يعني خطط ويموت، يعني يكون ميت وبعدين يخطط، او الملثم يعني الملتحي لو يعني يعني فكره الملثم الملتحي يبدو انه انها اصبحت ثقافه عامه الان. انا شايف في حاجه مهمه جدا، يعني شايف انه انا لا يعني لست مع ولست ضد ثوره الشباب المسلم، هم يتحدثون على انه الهويه المصريه او الهويه الاسلاميه تتعرض الى مخاطر، وبالتالي يعني دع الناس تخرج تعبر عن رأيها، دع الناس تخرج تستكمل ثورتها. ربما بعض القوى الإسلامية الأخرى التي ترفض هذه المشاركة لأنها ترى أنه لابد من وحدة الثوار، وأن مثل هذه المظاهرات التي تحدد هدفها بأنها تعبيرا عن الشباب المسلم أو ترفع المصاحف لن تحقق هذا الهدف. لكن أنت قبل ذلك لم تحدث لديك هذه الأزمة عندما خرجت مظاهرات في السابق ترفع الصلبان، ما حصلش عندك أزمة، ما حصلش عندك أزمة كالأزمة هذه عندما خرجت مظاهرات أمام منزل وزير الداخلية بالملابس الداخلية، يعني ما حدش اتكلم في أي شيء من هذا القبيل. يعني لماذا هذا الاحتشاد المرعب في مواجهة إنه ناس قرروا إنهم يتظاهروا يرفعوا المصاحف أو ما يرفعوهاش؟ أعتقد إنه يعني في حالة خوف، سواء هؤلاء سيرفعون المصاحف سواء انها يعني خوف من فكره المظاهرات، لان الذي جاء يعني لانه لا يزال طول الوقت عندهم ما حدث لحسني مبارك. حسني مبارك كانوا هم ينظرون. بمناسبه الحديث عن حسني مبارك استاذ نادي، هل هناك اي ربط الصحف ربطتهم بين الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 29 نوفمبر في اليوم التالي مباشره لهذه المظاهرات؟ هل ربطت بين الحدثين؟ لا يعني، او على الاقل طب هل هناك اي ربط في رايك دلوقتي؟ بص انا مش بحب قوي يعني فكره انه ده يعني هيبقى في ربط او ما فيش ربط، لانه خلينا نستكشف الاول ايه اللي هيحصل يوميها، لانه احنا ما نعرفش هل اللي خططوا اللي نادوا بالمظاهرات دي هل كان في ذهنهم موضوع يوم 29 ولا لا. ولكن عموما الصحافه الاجنبيه هتكتب عن الموضوع وقت لما يعني وقت لما يحصل اكتر، يعني حتى الان ما فيش تغطيه تمهيديه، لا يعني ما فيش لغايه دلوقتي، ممكن يبقى فيه خلال الاسبوع القادم بس لحد الان ما فيش. طيب ننتقل الى ما نشر في الصحف المختلفه حول ملف سيناء الاهرام، مقتل 10 ارهابيين والقبض على 18 خلال عمليه عسكريه بسيناء. المصري اليوم، مقتل 10 ارهابيين وتدمير 15 مخبأ لهم في سيناء. اليوم السابع، تصفية 10 عناصر إرهابية بسيناء وتدمير 87 مقرا لتجمعات التكفيريين. الوفد، وزير الدفاع، مصر تخوض معركة وجود لاستعادة مكانتها وستنجح في مواجهة التطرف والإرهاب. إذن أستاذ سليم، ما زالت الأخبار حول ما يحدث في سيناء في طور الأخبار الرسمية طبقا لما هو معلن من الجهات الرسمية أو من المتحدث. للأسف الشديد ليس مسموحا، سيناء الآن تحولت إلى سكنة عسكرية، وليس مسموحا الآن بأنك تسمع رأيا مختلفا يقدمه محرر يذهب إلى التغطية إلى هناك. نحن لا نسمع إلى الآن إلا إلى الروايات الرسمية، الروايات التي تصدر من قبل الجيش وفقط، وبالتالي لا تستطيع حقيقة أن تقيم أو تحلل مثل هذه الروايات. يعني عندما يقال أنه تم تدمير 87 مقرا لتجمعات التكفيريين، أعتقد أن هذا رقم كبير جدا، لكن هل هو بالفعل هذا رقم صحيح ولا غير صحيح؟ لا أستطيع أن أجزم بشيء، وبالتالي لا أستطيع أن أحلل معلومة أنا لست واثقا من صحتها، لأنه عندما يقال أنه في 87 مقر لتكفيريين يبقى في كم ثاني مقر لم يجري تدميرهم، يعني ولم يجري اكتشافهم برضه يوميا الآن. يعني أنت عايز تعيش الدنيا كلها في حالة رعب، يعني ده حقك أنك تعيش الدنيا كلها في حالة رعب. طيب، لكن عليك أن تعلم أنك بهذا الشكل تقدم للعالم كله
ما يفيد انك انك فشلت في قضيه تحقيق الاستقرار في مصر، وده القضيه ان كما يقول البعض بيضرب الاستثمار والسياحه في مقتل من ايام طيب. عهد الرئيس محمد مرسي. استاذنا دي، مصر العربيه نشرت ردا على مقترح ارسال قوات لفلسطين اسرائيليون للسيسي فلتحمي سيناء اولا، يعني تفاصيل ما نشرته مصر العربيه وفي اي سياق جاء هذا التقرير؟ هو ده ترجمه لتقرير نشر في معاريف برضو اللي هي نقلت تصريحات السيسي بخصوص اللي هو انه مستعد يرسل قوات مصريه عسكريه في حال قيام الدوله الفلسطينيه لطمانه الاسرائيليين، وكل الكلام اللي احنا قلناه في بدايه الحلقه لما اتكلمنا على موضوع اللي هو مقابلته نقلا عن تصريحات لمقابلته للصحيفه الايطاليه. لكن ده كان بقى رد من عدد من القراء، ويعني زي استطلاع كده هو عارف ردا على التقرير دوت انه طب ما تحمي سيناء الاول، وطبعا ده رد منطقي. يعني احنا برضو دايما بنقول كده، زي مثلا بنسمع انه هو الجيش قافل ميدان فتقول طب ما تروح تشوف الحدود الاول، فهم يعني بما انه يعني هم ما طلبوش مساعدة مصر ولا قالوا ان هم عايزين لو وافقوا على انشاء دولة فلسطينية او لو حصل ده ان هم مستعدين او ان هم ده اللي هم محتاجينه او ده اللي معطلهم عن اعلان الدولة، فطبعا ده التفكير المنطقي انه احمي سيناء الاول. طيب ننتقل الى ملف الصحة وما نشر في الصحف المختلفة حول هذا الملف، خاصة مرضى الفيروس الكبدي سي المصري اليوم. الصحة 100 مريض استجابوا للعلاج بسوفالدي. اليوم السابع نقيب الصيدلة بعد الاستقالة أرفض الزج بالنقابة في السياسة. عبد الجواد الصراع السياسي في الشارع عاصف بمصالحنا ولن أتراجع عن الاستقالة مهما كانت الضغوط. اليوم السابع أيضا وفاة أول حالة مصابة بإنفلونزا الخنازير بدمنهور. الوفد 500,000 مريض بفيروس سي ينتظرون العلاج سنويا. مصراوي الصحة تعلن وفاة سيدة نتيجة الإصابة بإنفلونزا الخنازير في البحيرة. إذن طبقا لما هو منشور في مصر اليوم أستاذ سليم، 100 مريض بدأوا الاستجابة للعلاج بفيروس سي، علاج السوفالدي العلاج الأمريكي المستورد من الخارج، ولكن طبقا لما هو منشور في الوفد أيضا في حوالي 500,000 مريض ينتظرون سنويا هذا العلاج. طبقا لما هو منشور في الصحف، هل ستستطيع الدولة خلال الفترة القادمة أن تفي بتعهداتها لتوفير هذا العلاج لكل هذا العدد من المرضى؟ هو هذا العدد كبير حقيقة، وأنا أعتقد أنه أكثر من 500,000 ومعلو سنويا، يعني كل سنة بينضم تقريبا 500,000 اعتقد انه الان اكثر جلد. كمان يعني اكثر من هذا الى الان اكثر من هذا الرقم، عدد المرضى بهذا المرض الذي كان جزء كبير جدا منه بسبب الممددات المسرطنه التي دخلت في عهد حسني مبارك وبقرار من السلطه الحاكمه في ذلك الوقت ونتيجه عمليه عدم الاهمال، واحنا قعدنا فتره طويله للغايه نترك الامر في يد مافيا الدواء العالميه التي تسيطر على المشهد، الى درجه انه هناك يعني مخترعين مصريين توصلوا إلى علاج وما إلى ذلك ولم يستطيعوا أن يحصلوا على الموافقة من أجل إنتاج هذا العلاج لأن مافيا الدواء العالمية كانت تسيطر على المشهد في مصر. أنا أتمنى أن يكون الخبر اللي هو خاص بالمريض صحيحا، وأتمنى أن يتكاتف الوطن كله من أجل مواجهة هذا المرض الذي أصاب ضرب أكباد المصريين في مقتل وجعل يعني المرض أصبح منتشرا بشكل كبير جدا. أتمنى يعني على الرغم من أنه بعض الصيادلة ربما يشككون، أنا لا أعرف حقيقة نواياهم ولا أسلم كثير جدا في عملية التشكيك في هذا المرض في عملية التشكيك في هذا العلاج، لكن أتمنى أن يكون هذا العلاج صحيح. وأتمنى التشكيك الأساسي كان في الجهة التي قامت باحتكار استيراد هذا الدواء، لكن في جميع الأحوال نحن لم نسمع تشكيكا في هذا العقار إلى الآن، وأتمنى أن يكون هذا الخبر صحيح. بس أنا في نقطة فيما يختص، أنا شفت النهاردة المؤتمر الصحفي بتاع النقيب، أنا رأيي أنه في حكم أساسا نحن ضده كل حاجة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وبالتالي ففكرة أنه يقدم استقالته ولا ما يقدمهاش هي تحصيل حاصل، يعني هي بلا جدوى
لكن ادعاء البطوله بشكل رسمي. ومجلس نقابه الصيادله حقيقه اليومين دول نادر التصريحات العنتريه في سكه انه في ادويه موجوده في السوق مغشوشه. طب ما قلتوش الكلام ده وانتم موجودين ليه؟ يعني ما قلتوش الكلام ده وانتم قبل صدور الحكم بفرض الحراسه ليه؟ في ادويه مغشوشه، في ادويه تسبب السرطان وما الى ذلك، لماذا هذا الصمت طوال الفتره الماضيه على كل هذه الجرائم التي ترتكب باسم توفير العلاج في مصر؟ يعني انا شايف انه الراجل اساسا قدم استقالته، ما فيش اساسا يعني بحكم المحكمه، حكم محكمه امور مستعجله انه في فرض حراسه على نقابه الصيادله. نحن ضده، لكن هذا لا يعطيه الحق ان هو يعمل نفسه. طيب ننتقل الى ملف اخر، المشهد في صفحتها السابعه، اسقاط الضرائب المستحقه تفجر ازمه، 400 مليون جنيه خسائر صغار المستثمرين بعد أزمة أوراسكوم. المصري اليوم، مؤتمر المستثمرين العرب ينطلق من القاهرة، أنا أواني التكامل. المصري اليوم، المهندس هاني ضاحي وزير النقل المصري اليوم، السكك الحديدية متهالكة وتحتاج 76 مليار جنيه. اليوم السابع، كوريا الجنوبية تشارك في مؤتمر مصر الاقتصادي. اليوم السابع، الحكومة تهدر 2 مليار جنيه في توريد الغاز لشركات الحديد. الوفد، شقق متوسط الدخل للأثرياء فقط. الوفد، هشام رامز محافظ البنك المركزي، ضربة موجعة للمضاربين على الدولار بأدوات عالمية. يبدو أستاذ سليم أن ما قيل حول تنازل الدولة لشركة أوراسكوم حول الضرائب المستحقة لها والتي وصلت إلى أكثر من 7 مليارات ما زالت تلقي بظلالها على السوق الاقتصادي بصفة عامة. ولابد أن تلقي بظلالها، يعني هي تلقي بظلالها ولابد أن تلقي بظلالها. هو عملية تسوية جرت، أن هناك يعني المعركة بين دوائر الانقلاب بعضها البعض نتج عنها أننا كما قلنا قبل ذلك أن أحد أطراف هذه الأزمة وهو سلطة الانقلاب انهزم في هذه المعركة، وبالتالي قرر أن يتنازل عن 7 مليار لسويرس، على الرغم من أنه ذات اللجنة التي أسقطت هذه الضرائب هي ذاتها التي قررت من قبل أنه سويرس عليه هذا الرقم. وبالتالي أنت أسقطت هذا الرقم لشركات سويرس، أعتقد أنه من الطبيعي جدا أنه صغار المستثمرين الذين يعانون الأمرين طوال السنوات الثلاث الماضية، الذين يشكون من الركود، الذين لديهم مشاكل مع الضرائب، يصبح يعني حتى في إطار مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أنه ينبغي إسقاط أيضا الضرائب المستحقة عليهم، لأنه لا يجوز على الإطلاق أنه يستمتع أو يتمتع بامتياز أحد كبار المستثمرين، لا يتمتع به صغارهم. ولكن أستاذ، يعني ليس من المستغرب بعد إسقاط هذه الضرائب التي بلغت أكثر من 7 مليارات جنيه أن يخرج نجيب ساويرس بالأمس في هذه التصريحات لول ستريت جورنال الأمريكية وينتقد تعامل الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين، ويقول أن ما كنا ننتقده في الإخوان الدولة الآن تكرره مع جماعة الإخوان المسلمين؟ يعني هو المهندس نجيب ساويرس مش دايما ملتزم بس بالأمور الاقتصادية، يعني هو أكتر واحد في عائلة ساويرس بيتكلم عن أمور أخرى، وهو ليه من وقت للتاني تصريحات كتير بتبقى مثيرة للجدل. هو انتقاداته من نوع من الخوف على الانقلاب اللي هو أحد داعميه ومموليه، إنه الطريقة دي مش هتنفع. وبعدين كمان تكملة الكلام إنه هو مش هينفع نسجن 2 مليون إخوان، يعني هو مش معترض على المبدأ أو إنه فكرة إنه يتم القمع والظلم بالطريقة دي للخصم السياسي اللي هو مفروض سياسي، اللي هو مفروض إنه مواطن مصري زيه، لكن هو كل مشكلته إنه ده بيسيء للنظام ده، وكمان في نفس الوقت ما عندهمش أماكن في السجون ليه اللي هم قدرهم بإن هم 2 مليون إخوان، وأنا أعتقد إنه الإخوان أكتر عددهم أكتر من 2 مليون، يعني بغض النظر عن هذا الرقم. في كل الأحوال يبقى هذا التصريح على مسؤوليتك، حتى الآن لم يصدر اي تصريح رسمي بهذا حتى من جماعه الاخوان المسلمين. استاذ هو بيخافهم الحسن ناديه. طيب ننتقل الى هذه الاخبار المتفرقه، الاهرام، هدوء بجامعات العاصمه ومظاهرات بالازهر والاسكندريه. المشهد، الداخليه تعتقل عائله كامله وتهدد نسائها بالاغتصاب ثم تغربها، هي فوضى يتحقق في امبابه. تهجير عائله والاستيلاء على ممتلكاتها بدعوى الحمايه من بطش الاهالي لمجرد اتهام فرد منها بالقتل. المصري اليوم، مدنيون بامن القاهره
يدشنون حملة لمواجهة الإرهاب. اليوم السابع محمد علي بشر يواجه تهمة التخابر مع أمريكا والنرويج. لعلك توقفت أستاذ سليم عندما نشرته صحيفة المشهد للزميلة حنان فكري عضو مجلس نقابة الصحفيين. هذا التحقيق الذي جاء على صفحة كاملة في المشهد، هي فوضى تتكرر في أو تتحقق في إمبابة، حكاية أن الداخلية تعتقل عائلة كاملة بسبب اتهامها لفرط. أنا مش عارف حقيقة يعني ملابسات هذه القضية. بيقال إنه أحد الأشخاص قتل. دائما أجهزة الأمن في مثل هذه القضايا التي يخشى فيها من رد الفعل تصرفات ممكن من شأنها أن تمثل جريمة عندما تعاقب الجميع بجريرة أحد الأشخاص أو من منطلق الخوف أو منطلق الخوف عليهم. لكن أنا شايف إنه يعني في عملية تزايد في الليلة يعني تهدد بالاغتصاب. يعني أنا أفهم إنها يكون طلبها إنها اتركوا المنطقة عشان خاطر محدش ينتقم منكم، لكن فكرة أو ممكن تعتقل حتى أهله وزويده، ممكن أصدق ذلك. لكن فكرة أنها يعني في حاسس إنه في زيادة شوية في حدوتة إنها تهدد باغتصاب النساء العيلة كلها، يعني شايف إنه مفيش مبرر لده. لكن أنا اللي لفت انتباهي حقيقة في قضية محمد علي بشر النرويج، ومش أمريكا، يعني النرويج إحنا إيه اللي بيننا وبين النرويج تخلي النرويج تأجر حد، والحد ده اسمه الدكتور محمد علي بشر، والحد ده يعني من أجل أن يتخابر عشان خاطر يجيب معلومات النرويج ما تعرفهاش، فيدخل محمد علي بشر يمدها بهذه المعلومات. لا، النرويج أساسا بلد بينه وبينها حالة جوار ولا علاقات جوار، ولا النرويج أساسا بلد يعني استعماري وكان عايز يبقى له نفوذ في مصر، هي داعمة الإرهاب، ولا النرويج أساسا داعمة الإرهاب، ولا النرويج أساسا مش داعمة الإرهاب، ولا النرويج أساسا طول الوقت داخلة معنا في موضوع. وبعدين يعني خليه محمد علي بشر متهم بالتخابر لصالح امريكا والنرويج، انت ساكت ليه على السفراء الان، السفير الامريكي في القاهره والسفير النرويجي، فما اعرفش اذا كانت السفير النرويجي واحد ولا واحده، انما ساكت ليه اساسا عليهم؟ انت ينبغي ان تستدعي هؤلاء، وينبغي انك انت يعني تبلغهم رساله احتجاج شديده، وينبغي انك انت تبعد السفيرين دول، لانه لا يصح على الاطلاق انه امريكا والنرويج على وجه التحديد انهم يمكن انه احنا علاقتنا بيهم جيده، يعني علاقه السيسي بيهم طيب جيده، وقال انه العلاقه بيننا وبين امريكا علاقه استراتيجيه، ازاي امريكا تلعب لنا بقى في هذه هي الاتهامات الموجهه من نيابه امن الدوله. دعنا ننتظر ما ستسفر عنه نتيجه التحقيقات. في النهايه بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي استاذ سليم عزوز، بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي استاذ ناديه المجدي، كما نشكر مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقه، ونشكر لكم حسن المتابعه، والسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.